ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مستمرين معاكم في بازار مدينتي والايفنت الهايل التحفه القمر العسل. عندنا كل حاجه بتحبها البنات، الميك اب. انا يعني لو قعدت اقعد اشرح لكم كده، احنا يعني طبعا جايبين اغلب الحاجات اللي تهم البنات، فرشه بابليس، دواره، حاجات كتير قوي. احنا موجودين جنب ستاربكس، هتفرق معاكم جدا الحاجات الجديده، ترندات جديده في التجميل، الميك اب والسكين كير، وكمان شويه اكسسوارات برضو هتعجبكم كتير كتير كتير، وحاجات شي جلام هتفرق معاكم جدا جدا. اي حاجه انت بتبقي عايزاها بتلاقيها، ولو ما لحقتيناش في المعرض هتلحقينا اونلاين، وهتلاقينا متواجدين معاكي على كل منصات السوشيال ميديا، بنعمل فيديوز، بنتكلم مع بعض، بتتواصلوا معايا. كل الحاجات دي هستنى تليفوناتكم، وهسيب لكم الرقم في العنوان. هنيئا لك بقى، ايه يعني؟ عيشي على جسمك بقى، يعني اقعدي بقى يعني، المهم بوشي في المية كويس قوي، تمام؟ وعيشي بقى، عيشي، زبطي جسمك، زبطي ايديكي. انا هجيها يعني هوريكم النتيجة في اخر الفيديو. بص يا قمر، ده الكاندي سكراب بتاعي اهو، هنجربه مع بعض ونشوف بنستخدمه ازاي. هو طبعا بتبقى كرات كده ناشفة حسب الجو برضو، يعني حسب الرطوبة اللي في الجو او كده، في الصيف غير في الشتاء، بس هو الكاندي سكراب. لو عايزة تخسسي بطنك وتخلي شكلها جميل، استخدمي الباتش ده، دي لزقة البطن، استخدميها واعملي دايت على قد ما تقدري، واعملي رياضة على قد ما تقدري، هتلاقي نتيجة حلوة. لكن لو ما عملتيش الحاجات دي مش هتلاقي نتيجة حلوة. هي بتساعد فعلا ان تصغر حجم البطن، وبتلبسيها من 6-8 ساعات، كفاية قوي في اليوم، كفاية جدا مرتين لثلاثة في الاسبوع، هتديكي نتائج كويسة لو التزمتي بالكلام اللي قلتلك عليه. عايزة تطلبيها، اللينكات موجودة في البايو، لينكات التواصل كلها وارقام التواصل، وكمان تقدري تبعتلنا رسالة هنرد عليكي على طول. الليزر المنزلي هيفيدك جدا في ان الشعر يقل نموه ويقل كثافته مع الوقت، وكمان هتقللي عدد ان انت تروحي العيادات، وفي الشتاء وفي الصيف وفي الاحراج وفي الانتظار والحاجات الكتيره دي. طبعا هو نتائجه الالم فيه اقل بكتير من العيادات، نتائجه مش هقدر اقولك ان هي قويه جدا زي العيادات، لكن بنسبه كبيره بتحافظ على ان الشعر ما يطلعش كتير، بس نتائجه حلوه جدا جدا على فكره، وبيقلل نمو الشعر بشكل كبير قوي. ابعتلنا رساله عشان تعرفي اكتر عن الجهاز ده، وتشوفيه هو مناسب ليكي انك تشتريه ولا لا. البابل باز دي لو لقيتيها في اي مكان اشتريها، فعلا جميله، بتدي استرخاء حلوه جدا، بتحطيها على ميه سخنه في البانيو بتاعك، وبتديك الوان حلوه، بتعمل فومين كده، وبتحسي بشاور جميل ولذيذ. لو عايزه تطلبيها من عندنا موجود اللينكات في البايو، او ابعتي لنا رساله على طول. وفي بيوتي برودكت كتيره، منتجات تجميل كتيره هتعجبك، تواصلي معانا بس وهنبعت لك كل المنتجات اللي متوفره عندنا في المتجر. يلا هنستناكي تكلمينا. ريفيو النهاردة عن الضوافر اللزق اللي مكسرة الدنيا واللي الناس كلها بتحبها، وبصراحة هي عملية جدا، ولو عايزة تشيليها في أي وقت بتشيليها وترجعي تحطيها تاني عادي جدا، هي لزق منها فيها، ما بتحطيش لزق بقى على ضوافرك فترة طويلة والكلام ده كله. تنفع معاكي للمناسبات، وتنفع معاكي لأي حاجة، وبتدي لوك حلو جدا، متوفر منها ألوان كتير جدا جدا. اطلبيها من اللينك اللي في البايو أو ابعتلنا. تعالوا بقى نعرف ايه المنتج ده اللي الناس بتسألنا عليه لما بتشوفه عندنا في المعارض او لما بتكلمنا اونلاين. ده مش مكنة حلاقة ولا حاجة، ده اداة للبنات لتدليك البشرة بتاعتهم. الجزء المعدني ده بيبقى بارد نوعا ما، حلو جدا للانتفاخات اللي تحت العين، اصلا بيبقى هزاز فايبريشن. الفايبريشن ده بيوزع السيروم والكريم، وحتى كمان لو عندك ألم في منطقة معينة بيقللها جدا جدا، والاهتزاز ده تحفة اصلا، حاجة بتدي ريلاكسنج لبشرتك، وبيقلل الالم وبيقلل الانتفاخات اللي تحت العين، فبصراحة جميل جدا. لو عايزة تطلبيه هتلاقي كل اللينكات بتاعة التواصل موجودة في البايو، او ممكن تبعتلنا رسالة او تسألينا في الكومنتات، هنرد عليكي على طول. ريفيو النهاردة عن الضوافر اللزق اللي مكسرة الدنيا واللي الناس كلها بتحبها، وبصراحة هي عملية جدا، ولو عايزة تشيليها في أي وقت بتشيليها وترجعي تحطيها تاني عادي جدا، هي لزق منها فيها، ما بتحطيش لزق بقى على ضوافرك فترة طويلة والكلام ده كله. تنفع معاكي للمناسبات، وتنفع معاكي لأي حاجة، وبتدي لوك حلو جدا، متوفر منها ألوان كتير جدا جدا. اطلبيها من اللي. تعالوا بقى نعرف ايه المنتج ده اللي الناس بتسألنا عليه لما بتشوفه عندنا
في المعارض او لما بتكلمنا اونلاين، ده مش مكنه حلاقه ولا حاجه، ده اداه للبنات لتدليك البشره بتاعتهم. الجزء المعدني ده بيبقى بارد نوعا ما، حلو جدا للانتفاخات اللي تحت العين، اصلا بيبقى هزاز فايبريشن. الفايبريشن ده بيوزع السيروم والكريم، وحتى كمان لو عندك الم في منطقه معينه بيقللها جدا جدا. والاهتزاز ده تحفة اصلا، حاجة بتدي ريلاكسنج لبشرتك وبيقلل الالم وبيقلل الانتفاخات اللي تحت العين، فبصراحة جميل جدا. لو عايزة تطلبيه هتلاقي كل اللينكات بتاعة التواصل موجودة في البايو، او ممكن تبعتلنا رسالة او تسألينا في الكومنتات، هنرد عليكي على طول. انا وفرت لكم الضوافر اللي هي بتلزق لزق منها فيها، ودي اريح حاجه واحسن حاجه ممكن تعمليها لو عندك مناسبه، لو عندك خروجه جميله كده عايزه شكل ضوافرك يكون مترتب ومتهندل، وترجعي تصلي براحتك كده وتدعي ربنا. وعايزه اسالكم ايه اكتر الوان عجبتكم؟ انا بصراحه عجبني ده الزيتي في اللون ده، مناسب شويه للصيف للشتاء، وده كمان برضو اللي فيه اورنج، دي برضو الالوان الباقيه اللي موجوده، ده كمان اورنج، بحب الاورنج قوي. قولي في الكومنتات ايه اكتر لون عجبكم، ولو عايزين تطلبوه هتلاقوا اللينك البايو، اللينك في البروفايل عشان الناس اللي بتسالني، او اسالونا ابعتوا لنا رساله هنرد عليكم على طول. وفي حاجات كتيره جدا من الميك اب والبيوتي برودكت هتنفع معاكم جدا وهتعجبكم جدا.